الاستهداف لشخصية سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وللطائفة يمثل ظلما كبيرا وتعديا كبيرا وتجاوزا كبيرا للدين ولحقوق الإنسان ولجميع معاني الحقوق البشرية. فنحن في موقع المظلومية وفي موقع القوة، وينبغي أن نبقى ثابتين مدافعين عن حقوقنا، والله معنا والله ناصرنا بإذن الله سبحانه وتعالى ما دمنا مع الله. نحن في موقف الدفاع عن أنفسنا، لسنا في موقف المواجهة والتحدي والتصادم، نحن في موقع الدفاع عن النفس، نحن في موقع الدفاع عن وجودنا كطائفة متجذرة تاريخيا في هذا الوطن، وعن خصوصيتنا المذهبية التي نعتز بها والتي يضمنها لنا الدستور والقوانين الدولية. نحن في موقع الدفاع عن وجودنا وعن حقوقنا الدينية والسياسية المتسالم عليها والتي يضمنها لنا الدستور. نحن في الحقيقة في موقف الدفاع عن وجود هذه الطائفة بكل ما لمعنى الوجود، ما لمعنى، ما لهذه الكلمة من معنى، أننا مستهدفون، وإلا ما معنى هذه الملاحقة لرموزنا، لجمعياتنا الدينية والسياسية، لخصوصياتنا المذهبية، للحق الشرعي الواضح الخمس الذي هو كالصلاة والصوم واجب شرعي، نتعبد الله سبحانه وتعالى، نتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن نكون ثابتين، صامدين، صادقين، مرابطين في مواقع التضحية والفداء. إننا لا نبحث عن نصر مادي هنا أو هناك، نحن نبحث عن وظيفتنا الشرعية، والذي يدخل في صفقة مع الله سبحانه وتعالى فليس خاسر، بل هو رابح على كل حال، رابح لا محالة. بالرمزية في هذا المجتمع وفي هذا الشعب كان الظلم أقبح. إننا لا والذي يدخل